صدور الأحكام فيما يعرف بقضية المطار. اعتمدنا في المصدر على تدوينة لعضو هيئة الدفاع سمير ديلو. معنا في التليفون عضو هيئة الدفاع سمير ديلو. صباح النور وشكرا لك على قبول التدخل في الرف. ماك أهلا وسهلا. صباح الأنوار. صباح الأنوار. قرينا التدوينة في الصفحة نتاعك سمير ديلو، تأكد لنا الأحكام، أعطينا أكثر تفاصيل، وقتاش صدر الحكم؟ الحكم مصدر في ساعة متأخرة امبارح الليل. اليوم مشى زميلنا خلال الأحكام من المحكمة. كما شفتوها تتراوح ما بين 6 شهور على سماع دعوة. 6 شهور للمحامي مهدي زقروبة، وعدم سماع دعوة لل عبد اللطيف العلوي، النائب عبد اللطيف العلوي. 5 شهور سيف الدين مخلوف، 5 شهور نضال السعودي، 3 شهور محمد العفيس، و3 شهور ماهر زيد. في التدوينة نتاعك حطيت تفصيلة لطفي المجري، قلت بين قوسين مسافر قام بتصوير الأحداث. هذا في كل مرة يا حاجة طريفة، في كل مرة يعيد لطفي المجري والناس كلها توصل لبعضها. شكون لطفي المجري؟ شكون لطفي المجري؟ بعد أبحاث عرفنا أنه سي لطفي المجري هذا كان مواطن مسافر، جبد تليفونه وصور. من بعد ما سافر سألوا عليه، عرفوا هويته من خلال الصورة، وأحالوه مع المجموعة. ما نعرفش هو في باله ولا لا. وعلاش هو بالذات؟ تونس الكل صورت، معناه هو ديجا الحكم مبني على الفيديوهات اللي صوروها للمواطنين في الأساس. والله يا خويا رفيق ما نجمش نجاوبك، خاطر ما عندي حتى معلومة وما نعرفش علاش. يعني مواطن صور وهذا أكيد، حتى اللي موجودين ما يعرفوش علاش. مسكين، معناه مشي مسافر على روحه جبت تليفونه يلقى روحه صور عادي في شل عسل. هذا اولا 3 شهور مسكين ربي يفرج عليه، وثانيا معناه تحط العباد خلوه سياسي ولا نايب ولا كذا تهز معهم في الحكايه. سمير ديلو، كنت قد قلت راه من غير سماعات ما سمعوش الفريق الدفاع، ما ترفعتوش، شنو اللي صار؟ معناه تقنيا يبدو انه الامور ما صارتش كما كنتوا تستناو كمحامين كرجالات قانون. بتاتا خليني اقول لك حاجه، ما نخلطوش ما بين العمليه في حد ذاتها، خلفياتها وشكون اللي قام بها وانتماءاتهم. هذه الاراء الكل فيها مقبوله، ولا نعرف كل ما يمكن نتقال، ولا في السياسيه والنيابيه عبرت لرأي ممكن ما يتعارض مع ان يكون في هيئه الدفاع. ولكن الاختيار ياسر اي، هذا سيفيري صحيح النقطه ذي سمير ديلو، كنت نقدت اللي صار في المطار، واليوم نلقاو كمحامي في هيئه الدفاع للتذكير معناها فقط. لانه كل حاجه في طريقها، الحقوق حقوق والموقف موقف. ومانيش عارف الاستاذه سونيا بحذاكم ولا لا. لا، عندنا محمود البارودي بحذانا ما ينجمش يعوضها. وينك يا سمير؟ لا لا لا، انا عارف سي محمود. سي محمود كان نايب وما نشكش في حد ولا احترام الاساءات حتى ولو هو مش محامي. اللي نقوله لكم باختصار شديد اللي صار اختير ياسر، وانا من الزمت نفسي باني ما نبلغش اللي صار اختير ياسر. علاش؟ لانه احنا متعودين تقع مشاحنات ما بين المحامين وهيئه المحكمه الطبيعي في القضايا اللي عندها خلفيه سياسيه. ولكن اللي صار البارح ما صارش قبل. رئيس الجلسه، نحن طلبنا في الجلسه الفارطه في جلسه 9 ماي باش اللي اخرنا الجلسه، لانه نفس القضيه بنفس المتهمين بنفس التهم نظر فيها القضاء المدني وحصلها في حق 3 منهم. هاكا عبرت تدوينه اخرى سي رفيق، حطيت فيها حتى نسخ من شاهد في الحفظ يعني احفظها، وصدر حكم في السجن في حق مجموعه والاخرين ما صدرش في حقهم. قلنا له اخرنا، راهو ثم جلسه في الاستئناف نهار 18 ماي يعني غدوه. الوقتاش يوخرها لنا؟ يوخرها لنا نهار 16 ماي البارح، اللي هي حاجه ما يقبلهاش العقل. الحاجه الثانيه، نحن كيف كنا نجادلوا مع رئيس المحكمه، نحن نقول له وخرنا، هو يقول لا ما نوخرش. ايش يعمل؟ في حديث مع احد المتهمين قال حجزت القضيه للمفاوضه وتصريح بالحكم. والكل نعرفوا انه حتى كيصير في الجلسه حاجه اللي ما ترضيش القاضي ينجم يعتبرها جريمه مجلسيه ويحيل اللي قام بها، اما مش يعاقب الحاضرين بانه يحجز القضيه للمفاوضه والتصريح. بلاش لا استنطاق ولا مرافعه. ما نعرفش تحكي لي في حاجات تقنيه مانيش ياسر متمكن منهم، ولكن اذا كان نبني على كلامك الامر يثير الاستغراب كي تقول لي هذه حاجه عمرها ما تصير، حاجه ما تنجمش انه يرفع القضيه للحكم من غير الاستماع للمرافعات. اتعجب معناها لماذا يحدث هذا. شو موقفك السياسي من الاحكام؟ ثم تشتم رائحه السياسه، خاطر انت كنت انقدت
وانا واحد من الناس كنت نقدت ما تقام صار في حادثة المطار وقلت هذه دولة لا تحترم نفسها لو كان الناس هذه ما تعاقبش. ولكن انت اليوم هل تشتم رائحة السياسة في الحكم ولا الحكم عادي؟ خليني نمشي للحكم تو من غير ملابسات المرافعة وغيره كذا، ثم سياسة في الموضوع؟ كل سياسة ما في حتى انا شك وما ترددش نقول كلام هذا وما يحتاجش يكون انسان خبير في القانون. شوف يا رفيق، انا طرحلك سؤال وجاوب عليه حتى بعد ما نعلق التليفون. اذا كان القضاء العسكري مختص، علاش كان بعد 25 جويلية كان مختص؟ القضية صارت وتعاد القضاء العدلي وبقات 4 شهور والقضاء العسكري ما عمل حتى اجراء. صارت 25 جويلية تحلت المحكمة بعد نص الليل ولا القضاء العسكري مختص؟ تعرفش يا سرافيق اللي هو من 25 جويلية للحظة هذه اللي نكلم فيك، المدنيين والمدونين والصحفيين والنواب والمحامين اللي تعداوا على القضاء العسكري قد اللي تعداوا في ربع قرن قبل 25 جويلية. إذا كان هذا معقول الرقم اللي تقول الرقم اللي تقول فيه في إطار المبالغة ولا صحيح قد ربع قرن سمير ديلو؟ هاو جيب أحلاكم الأستاذ سوني غدا وسأله واضح واضح واضح. باش تحب تنهي المداخلة نتاعك خلي لك 30 ثانية يا سمير ديلو، كان عندك حاجة تحب توصلها نحكي واحنا بعد شوية في البلاتو. أنا نحب ننهي بحاجة نربط فيها ما بين السياسة وما بين القضاء والمحاكمات. كما في السياسة راهو الحكام مرضيين، قيس سعيد واللي يكرهوا قيس سعيد واللي يحبوه راهو باش يمشيوا لواحد، اللي باش يبقى هو البلاد هي مؤسسة الرئاسة، هو الاحترام للكلمة الرئاسية، هو مصلحة البلاد مصلحة البلاد، هذا باش يبقى. كيف السياسة القضاء؟ المتهم اليوم غدوه ينجم يولي هو في موقع اخر، والقاضي اليوم ينجم يولي في موقع المتهم، والكل هذه صارت على الكاد. الاهم انه القضاء يبقى محترم وان الاحكام تبقى عندها قيمه. اما انه نوصل لحظه العالم يتفرج فينا ونحن تصدر احكام على مدنيين في قضاء عسكري وبلاش لا استنطاق ولا مرافعات المحامين، هذه حاجه تضر البلاد قبل ما تضر اي شخص. واضح سمير ديلو عضو هيئه الدفاع عن المتهمين. بربي سؤال على طير بعيد على القضيه سمير. يخص محمود البارودي. محمود البارودي كان سمعت نور الدين البحيري زميلك السابق في النهضه ارفع به قضيه، لو تقبل نجم تدافع على محمود سمير ديلو؟ لا بدون ادنى شك تقف امام الفريق بتاع نور الدين البحيري، معنا تجي ضد نور الدين البحيري وتدافع على محمود؟ لا مش ضده، كنت دافع على محمود مش ضد نور الدين البحيري. اولا لانه صديق سي محمود، وثانيا لانه مروح من العمره وخايف فيكم يا اخوي. شكرا لك سمير ديلو عضو هيئه الدفاع عن النواب فيما عرف بقضيه المطار.